زياد حمزة لبناني بريطاني يشغل منصب مدير عام قطاعي الموسيقى والإذاعات في مجموعة MBC، عضو اللجنة الفنية في الهيئة العامة للترفيه في السعودية. انضم إلى مجموعة MBC من بداياتها في لندن. هو من مؤسسي إذاعة مركز تلفزيون الشرق الأوسط وأيضا من مؤسسي قسم الإخراج الإذاعي وقسم المنوعات. ساهم في إطلاق العديد من المحافل الفنية والإعلامية في الخليج والوطن العربي. بصماته لها الأثر الكبير في الربط بين الموسيقى والإعلام وخدمة المجتمع الخليجي والعربي. زياد حمزة هرم في عالم المرئي والمسموع وخليط بين عوالم الموسيقى والثقافة والإنتاجات، غير أن مسيرته مشوقة وحافلة بالنشاطات تكللت بإنجازات عديدة حيث رسمت هويته الفريدة ونصبته ملكا في مجاله. لفت انتباه الكبار على إبداعاته ورؤيته ومجهوده وعطاءاته بمجال صناعة الموسيقى والإذاعات ليبرز اسمه دائما في الصدارة. ورغم كل الضغوط والاهتمامات والانشغالات والتحديات إلا أنه يستقبل كل شخص بابتسامة وعطاءاته تتخطى الحدود. هو صاحب فكرة دق على الخشب، العمل الفني الذي ربط الإمارات ولبنان بواحدة من أضخم الإنتاجات الفنية عام 2019، مسيرة نجاح وابتكار وازدهار. زياد حمزة، بأي سنة تم تأسيس قطاع الإذاعات بلندن؟ وهل من البدايات انضميت لهذا القطاع؟ تأسست الإذاعة عام 94 بعد MBC اللي هي الشاشة الأولى كانت بالعام 91. أنا انضميت أواخر 93 وبلشنا يعني تحضير للإذاعة ببث تجريبي كأول إذاعة FM بالمملكة العربية السعودية. فعام 94 ماي وانضميت لهذا القطاع بأول دخولك لمجال العمل. صحيح. في شغلة أن كتير مهمة أنك بتحرص على تعاون لإذاعات بين بعضها، شو هو الهدف من هذه الاستراتيجية؟ نحن كMBC FM بقينا تقريبا 10 سنين كإذاعة الوحيدة FM بالسعودية، وبعدين أطلقنا بانوراما بعد عام 2004. عام 2010 بلشوا يجوا الإذاعات الثانية المنافسين. فتتحافظي على السوق الإذاعي والموسيقى الإعلاني وللمستمع يكون عنده أكثر اختيارات مختلفة. صحيح. فعنا أكيد يعني والاتحاد قوي، مثل ما قلنا يعني نشتغل مع الكل بمنافسة طبعا صحية. علاقتك كمان مع كبار نجوم العرب متينة وصادقة وبتمتاز بثقة من الطرفين على الصعيد العملي والشخصي. برأيك هيدا المفهوم هو لنجاح هذا القطاع واستمراريته، ولا هو بس لأنه حضرتك بهيدا المجال وثائبت أنه كل هالأشخاص كبار الفنانين هم أصدقائك؟ العلاقة اللي بتربطني مع الفنانين العالم العربي جميعا يعني شخصية كمان، عملية وشخصية، بس هيدي أكيد بعد زمن اللي هو عمره 28 سنة انولدت هيدي العلاقة. لأنه نحن بالبدايات كان التسعينات، هذا زمن اللي كان الذهبي للأغنية العربية. وإذاعتنا إذاعة MBC FM كإذاعة وحيدة بالسعودية، مجموعة كبيرة من الفنانين انطلقوا عبرها بالسعودية، فأكيد ولدت. وغير هيك يعني إحنا إذاعة وتلفزيون، فعنا برامجنا كتلفزيون وكإذاعة، فبنت أكيد هيدي. بس بوقتها كانت الأغنية العربية أو بس الأغنية الخليجية؟ الخليجية طبعاً، التسعين تصدرت أكيد، والعربية طبعاً أكيد كانت عصر الذهبي للخليجي وللعربي. للخليجي والعربي. فعلاً واقع الإذاعات اليوم لأنه كمان تغير بعصرنا اليوم، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي قد صار فيه تطور على هالمنصات هيدي. هل حالياً بيختلف المستمع؟ كيف بيتم تقييم الإذاعة نجاحها؟ أكيد بيختلف المستمع، يعني كان عمره 10 هلا عمره 30. وطبعا مع التطور السوشيال ديجيتال والسوشيال ميديا يعني صار عنده اكثر خيارات انه يروح يسمع
اغنيات مختلفه. بس نحن بعدنا بنشوف انه بيرجعوا للعصر القديم، بيحبوا يسمعوا الاغاني القديمه كثير حتى لو نحن باجيالنا اليوم. ايه انت عم تحكيني اذا عم تحكي على اذاعه او الاغاني؟ انا عم بحكي اغاني اكيد. اغاني نعم. في يعني عم اقول لك في مثلا عصر العمالقه ورجع عصر التسعين الذهبي، يعني هاو المستمع كل ما بيكبر بيرجع لهيدي الفن اللي بيكون بس ينضج، يعني بيرجع بيسمع الفن العمالقه والذهبي، عرفتي كيف؟ اما الجيل الجديد اكيد بيسمع عربي بس بيسمع كمان اجنبي، فصار في تغيير هلا. بس الإذاعات كمان هي حسب التطور الحالي كمان بتغير باستراتيجيتها تواكبه للمستمع شو اللي حابب انه يسمع طبعاً. يعني هيدي كمان قد ايه مهمه وقد ايه غيرت اصلا بمفهوم بالإذاعات. طبيعي نحن عندنا اكيد دراسات عبر يعني الشركات الابحاث للاسواق تبعنا وللمستمع، يعني من رجال ونساء وصغار وكبار، فبيعطونا كل هالانفورميشنز عدا عبر بتعرف الاس ام اس وعبر التواصل الاجتماعي وعبر بيجي ستاتستيك كثير عالي. فاكيد يعني كل برامجنا مبنيه على لانه الموسيقى بتجمع كل الشعوب يعني بمختلف اعراقها، ويعني تطوير وانتشارها وانتاجها بحطك امام تحدي كبير كونك مدير عام قطاع الموسيقى والاذاعات. قد ايه هذا التحدي انت ممكن تقدر بس مش تتقبله تتحدى هذا الموضوع تقدر توصل لنتيجة النجاح انك تقدر توصل لمختلف الشعوب وبتطوير وانتشار هالاغنيات؟ يعني حسب ما تعودي المستمع اي فن، يعني هل بتعودي فن راقي فن شعبي مع يعني كله حلو، يعني كله عنده مستمعين الالوان هيدي انت حسب كيف تعودي. بس هلا المستمع كان قبل متى يسمع الاذاعه بس، هلا بيسمع تطبيقات موسيقى، بيسمع عبر التطبيق الاذاعه بيسمع عبر التطبيق، فهذا تطور بحد ذاته انه صار عنده اكثر اختيارات، فما بقى فيكي تكوني اكسكلوزيف انه تسمع الاغاني لهذا الفنان عندي او مثل ما كنا قبل. الفن والموسيقى والثقافة تصدرت العناوين بالسعودية. كونك عضو باللجنة الفنية للهيئة العامة للترفيه بالسعودية، كيف زياد حمزة بيشوف هالتطور العظيم؟ طبعاً أنا مواكب يعني السعودية من 28 سنة، وكان فيها حفلات وبكل المناطق. أما رؤية 2030 طورت صناعة الترفيه لمستوى صار عالمي، يعني صرت تحضري كونسرتس عالمية، يعني أسماء عالمية تشوفيها بالسعودية. هذا خلى بحب أنه يحضر حفلات أو يعني بحب الحفلات أنه يبقى بالسعودية. التطور هذا أكيد إجا بعد يعني رؤية 2030 والفيجن، مش بس انه عم نعمل حفلات بس، لا فيها هي باكج، في مسرحيات، في شوز، في برامج ترفيهية، في اكثر كمان في انترتينمنت وثقافه وفن، يعني عندها من كل المجالات اللي اطلقتها الهيئه. نعم هي اطلقت 2019 اكيد بموسم الرياض، وطبعا اجت كورونا، كان عندنا هالسنة موسم 22 كمان لقى نجاح، يعني 19 و22 لقوا نجاح كتير كبير، اللي صار ثورة يعني بعالم الفن وخدم أكيد كل الاندستري العربية، يعني السوق العربي وأكيد بخلال يعني مناسبة يعني الترفيه بحب أوجه يعني تحية للأخ والصديق معالي المستشار التركي آل الشيخ رئيس هيئة العامة للترفيه، نوجه له تحية. أطلقتم تطبيق MBC مود وهو تطبيق إذاعي موسيقي رقمي شهد من انطلاقته رواج كتير كبير بالوطن العربي، شو هو هالتطبيق وأهدافه الاستراتيجية تبعه؟
يعني مثل ما حكينا كل بعتقد التطبيق الرقمي معروف. نحن أطلقناه لأنه عنا يعني عنا إذاعتين مبدئيا اللي هن MBC FM بانوراما وتاريخ تاريخهم طويل كان. نحن هدفنا أكيد مع التطور يعني ضل الإذاعة مسموعة أكيد. فهذا يعني مش قال يعني هذا التطبيقات بالعكس عكست أهمية الإذاعة أكثر يعني وحتى للإذاعة أفضل. هلا صار يعني نحن عنا الفانز اللي بيروحوا بيدرسوا بأمريكا وأوروبا هلا صار فين يسمعوا. كانوا قبل يعني يسجلوا لهم في فانز يعني عنا كانوا يسجلوا لهم برامج لأنه لما يروحوا يدرسوا يبعثوا لهم إياها. يعني غير إنه صرت تسمعيها وين ما بدك عدا السيارة لأنه الإذاعة أكيد بالسيارة بعدها هي الأولى. التطبيق هذا أكثر كمان مش بس إذاعات يعني عنا أطلقنا في البودكاست عنا أكثر من ستريم يعني اللي بحب يسمع أغاني عائلية اللي بس الحمد لله أنه كانت انطلاقتها سريعة يعني بوقت صغير بس بانطلاقة وانتشرت على بالعالم أجمع. صحيح لأنه يعني منوعة يعني ومود هي اسمها مود يعني بتفوتي بتسمعي أنت شو مودك. كيف بتصف مكانة الأغنية العربية بالعالم اليوم؟ جيدة أكيد جيدة جدا بعدها يعني الأغنية العربية طبعا هلأ يعني مثل ما عم قلك هلا صار يعني المستمع مش مثل قبل او المشاهد يعني هلا صار عنده اكثر يعني على التواصل الاجتماعي صار اكثر يعرف بالاغاني اون ذا سبوت يعني مش مثل قبل كان تتوصل الاغنيه او تتبسها الاذاعه. ف الاغنيه العربيه بعتقد انا والخليجيه خاصه بعدها محافظه على يعني مكانتها ونحن بنعرف من الحفلات اللي عم بتصير يعني طبعا يعني هون بدي اسال مين الفنان الاقرب لزياد حمزه؟ والله كلهم قريبين يعني ما في حدا خاص اكيد بس ما حقول لك. طيب رح اسالك اذا بيشاركوك على القليله خططهم اكيد وبتعطيهم رايك الحقيقي ولا اذا ما حبيت شيء الحقيقي ما بيزعلوا؟ لا ابدا ما بدك تقلنا مين. ما نحن يعني كمان شركاء نجاح لا يعني لبعض يعني كان الفنان او نحن بنكمل بعض اخر شيء. حضرتك بهيدا المجال بفتكر انه اي شخص بيحب انه يقدر يجي يسالك زياد انه اذا هيدا هالاغنيه ولا هالخطه اللي انا بدي ارسمها لاصدار اي شيء كثير بهمه قد ايه انت رح تقدر تعطيه ولو شغله صغيره انك تعطيه اياها تيقدر يغيرها لانه بعرف انه كثير اشخاص قد ايه هن بحبوك زياد حمزه وقد ايه كمان بيقدروا قراراتك والكلمه اللي بتقولها وبيمشوا فيها وهذا شيء قليل بوقتنا اليوم انه يكون في اشخاص كثير قادرين انه يقولوا الحقيقه ويقدروا انه يساعدوا الناس او يفكروا بالاشخاص بطريقه انها ما تكون غير ما لنا مصلحه. I'm not afraid of the dark.
أغنية دقوا على الخشب، هو تعاون بين الفنان حسين الجسمي والفنان مروان خوري. نعم. شو كان هالهدف الأساسي من هالتعاون، وقديه كان في صعوبة لإقناع هالفنانين الكبار إنه يكونوا مع بعض يطرقوا هيك أغنية؟ والله هو الهدف إنه يعني ما في هدف، بس هو محبة، نحن محبتنا لدولة الإمارات. نحن يعني أنا يعني صار لي بالإمارات 20 سنة عايش عمر بدبي، إيه يعني عمر، وطبعاً علاقات الأخوية يعني بنعرفها، يعني السياسة بتفرق، بس لا الشعب، الشعبين بحب يعني في محبة كبيرة بين بعض، وأكيد في مطارح بالسياسة كان في توتر وهيك، فنحن بعطول بنحب إنه ما يعني. بس ليه بالزيت دقوا على الخشب؟ العلاقة بين الإمارات ولبنان يعني إنه إن شاء الله على طول تضل مستمرة، تضل مستمرة وما بفرق حدا. فطلعت إنه وأكيد مع بالتعاون مع السفارة الإماراتية اللي بلبنان عملنا هذا العمل، وحكينا مع أكيد الأصدقاء الفنانين حسين الجسمي ومروان خوري بكل رحابة صدر، يعني قرروا انه يمشي فيه. هل راح يكون في تعاون اخر تعملوا بهيدي الطريقه تكون العراب لها؟ اكيد قريبا في ايه قريبا في عمل راح تكون عبرنا ان شاء الله. كرمت باكرم باكبر المهرجانات العربيه، شو هو اكبر تكريم بالحياه لزياد حمزه؟ محبه الناس، يعني التكريم بيجي من شو يعني، يعني محبة الناس وأكيد المهنية يعني تلعب دور. قضيت صار لي 28 سنة يعني صار مع مجموعة MBC، يعني بحسها يعني كمان أكثر عائلتي الكبيرة، يعني وطن مختلف، عرفت كيف؟ يعني وطني تاني مثل يعني أكيد، لأنه 28 سنة عمر، بس كمان لبنان عنده هيك حيز كتير كبير لقلك بقلبك وبتحبه كتير وبتضلك تحن له، ومن وقت لوقت يعني بتكون موجود بلبنان، بس يشوفوك بلبنان العالم كله بدأ أنه تشوف زياد حمزة، فهيدي كمان محبتهم يعني كتير مهمة، خاصة أنه حتى لو أنت بعيد عنهم بس أنت كأنك معهم هون. شو هي الرؤية المستقبلية لقطاع الموسيقى والإذاعات؟ يعني نحن على طول في يعني مش رؤية في أكثر من مشروع، بس يعني هلا نحن أطلقنا مثل ما قلنا MBC مود، عنا كان البودكاست، عنا بعد إذاعات جديدة حنطلقها قريبا يعني سبتمبر، حنتوجه اكثر عبر التواصل الاجتماعي وخلاله يعني للاسواق المخصصه، يعني لمصر، للمغرب العربي، للشام يعني ولبنان، وعندنا توجه او لوكال يعني لكل منطقه. طب ونحن كمان الاشخاص اللي يعني المسافرين المغتربين اللي هن من الخليج او من الوطن العربي، كمان هن بحاجه انه يسمعوا للاغنيه العربيه وللاغاني هالطرب والاشياء، قد ايه انتم بدكم كمان تطوروا على اوروبا؟ هذا نحن هي الخطه تبعنا، يعني مش بس انه يكون على نطاق الخليج يعني العربي او الوطن العربي. صحيح، وممكن مش ممكن يعني عم نشتغل حتنضم عندنا كمان اذاعات ثانيه اوكي حتكون على نفس التطبيق. اوكي، مثل ما قلنا التعاون. صحيح. هو الاهم بالنسبه لك. بالختام، شو هي المقوله اللي بتعكس شخصيه زياد حمزه؟ والله في مقولات كثير، نحن يعني نحن نرى الامل في كل مكان كمجموعه MBC، ونحن كلنا يعني مجموعه MBC، بس انه على طول يعني بعتقد بآمن إنه وظيفة القيادة على طول يعني لتأهيل مزيد من القادة وليس مزيد من الأتباع. شكراً.